راه كاين اللي فيهم بعد ساعات حشك اخويا كيولي يحس براسو ماشي راجل ماشي كميه. راه كاين اللي فيهم بعد ساعات كيرهن بنتو ماشي كميه. راه كاين اللي فيهم بعد ساعات كيدي صاحب شو يعطيها ليه ماشي كميه. راه كاين اللي كيسرق لمو اخر ما يكون باش يديها ويكميها. وشنا هي ماشي حتى الهيروين ماشي حتى الكوكايين ماشي حتى الهيروين، اي واحد النوع ديال الزبل ديال الزبل ديال الهيروين كيشدوه كيجروه كيقولوا لا مخدر لو كاكيون لو كاكيون لو هيروين لو نوع الدروغ ديال الفقراء ديال بغيتي تموت. يعني بحال احنا هاد المناضه هادي من كنعصروها وكنخرجوها وداك الزبل اللي كيشاط على لوحو كاين بعض الناس كيستافدوا من داك الزبل كيشدوه كيخلطوا من واحد النوع ديال البرودوي كيعطيو عليك كيدقوا عليها كوكو كوكو كيديروا لا كيفعلوا لا 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 كيديروا لا زغب الفيران زغب الطوبة الجيج مدقوق الحجر ديال التيليكوموند الشيء اللي ما تخيلهاش انت في البال ديالك كيزيدوها وكيقدوها ديك الكرفي ديال الكرفي ديال الكرفي ديال البيضة الزبل الزبل كيخلطوا من بعد كيتخلط هذاك الشيء يعني كيعطي واحد المجهود اللي هو اللي ما تعرفوش هو هذا الشيء هذا من كيدخل من اول دوله كنا كنستعملوه يديروه هما واحد سوريا اللي كان فيها الحرب هذا الشيء هذا والعلم والله الله يعلم يعني هذا البوفن اللي قال لك يخرج يديروها اصدقاء ديالي تعذبوا تقلقوا شوم مردوا شوم تنيرفاو شوم تكلصوا وكيقولوا وانا ما كنديرهاش وما بيني وبينها الخير واش هذه اللي قال لك 30000 فرانك الجرام مسخه ولا البوفه ولا الهيروين ولا كوكايين واحد الوقيته كنت في واحد السجن كيقول له وطيطه واحد داك السجن وطيطه واحد كنت تما كيمشيت له واحد دي واحد المده ديال 3 سنين ديال الحبس وضرب هنا في الزكي واحد المده 3 شهور هزوني باق عليا 36 شهر باق عليا 33 شهر اضرب العصير اللي عندك القلب ديال العصير ضرب الطير اللي داز من فوق هذاك عاد كيهبط من قوه الصاد كيموت يعني لا طير يطير ولا سير يسير كما قالوا في هذاك القدس ولا بغيتي تهرب حنا ننقزوك فوق السور وهرب ونعطيوك ساعه وانت هارب في الاخر غنشبعوك نشدوك شنو لقيت في ذاك الحبس؟ لقيت حشيش هيروين كوكايين دروغا بيستاج الاكستا باقي بلي ما كيعرفهاش باقي ما دخلتش هنايا كلنا حنا في واحد الحباسات مي كنلقاهم كنبقى نهضر معاهم مشيت تما ديك وطاطا واحد كنت كنشري بورصه ديال الكحله الموسخه واحد كيقولوا الهيروين كاين كاين الكوكايين وكاين الهيروين سمعتيني يا استاذي يا صحفي بغيتي تقول لي سمعتك ما سمعتش انا ما كاين الكوكايين وكاين الهيروين هذه انواع مخدره لا هذيك الهيروين هي الموسخه هي الكحله والكوكايين هي السطوره وكذا وهادي والهيروين تحيه لكم تحيه القناه ديالنا الهيروين هي اللي كانت واحد البورصه كيقولوا لها بحال الشميعه بحال واحد حجيره كنديروها هكا يعني نوضحوها لبعض الناس واخا كتبان لك انت حجره بيضاء هي هادي اللي غنجيو للبوفه كديرها في واحد الكاعد ديال الالومنيوم كاعد الالومنيوم اسهل ما يكون كديرها اديرها كنقول لكم الكحله الموسخه كديرها بحال هكا كدير في الومنيوم كدير واحد التوبو ديال الومنيوم فمك كتشعل البريكه كدير لها كدير لها كدير لها كدير لها كتولي دمعه سبحان الله بحال الدمعه دمعه وهي في الكحل هذيك الدمعه سيدي انت ملي كتشعل البريكه خصك تبقى تمشي مع الدمعه وتجي مع الدمعه تمشي مع هذاك الدخان اللي كيطلع ديالك كنا كنعرفوها ودابا من بعد هاد القديم ديال البوفه على حساب البيضاء وعلى حساب الدراري اللي كنعرفو صحابي ومدوزين معايا وهضروا معايا وكذا وهادي وهادي البوفات سمعناها مؤخرا عاد كلمات عاد انتشرت
يعني هي الكلمة اللي جديدة نبيل. الكلمة اللي جديدة ما هي الكلمة اللي جديدة؟ شي بقى يقول لنا بنادم يعبر علينا البوفة ولا بوفو ولا كلمة اللي جديدة يعني هما علاش وصل البوفة؟ حيت البيضة كانت كدير 24000 16 18 14 12 10000 يجيب لك بنادم تكمي من ولا توصل 4000 شنو ولاو كيديروا يعني واحد النوع ديال الكوكايين هذاك الموسخ ديال الوسخ الوسخ ديال الوسخ كيحجروا منه واحد شوية الوسخ الميكروب كيزيدوا معاه برودوي واش داك برودوي زغب طوبة زغب الفيلة زغب القطاط اش حجر الراديو شنو كدا وكيكبوا عليه وعاوتاني واحد برودوي كيدفعوا للثلاجة صافي يعني كتنتشر هادي انا وياك صحاب غنجيبوا قرعه ديال الشراب كنتشاركوا في قريم ولا كدا هادي ونكميو بيناتنا يعني مرخيصة ايه ما كتقامش عليهم رخيصة وما كيقلبوا على العذاب رخاص بحال بعض صحابي كنلقاهم دابا خرجت عليهم دمرت ليهم كاين اللي طلق مرتو كاين اللي شتش ولادو كاين اللي بزاف كيعاودوا لي عليها ونوض دابا ندير 10 تراكسيون حداك ونمشي نشرب عا كاس المناضه بحال هادي ونرتاح حيت كنشوف فيه ومكمامي سالا ويبان لي بحال المونغوليان بحال الاحمق بحال ما فهمتوش مالو الراجل كان معايا انسان من سالا عشوف ماركه اخرى حتى الناس عاوتاني باع ولا التأثير ديال نبيل ماشي بحال الخمر التأثير ديالها شوية غريب لا ماشي غريب أخيب تأثير الشنا في الدوزا هو الإكسطا أنواع من أنواع الحبوب المهلوسة تاهي المخدر كامل المهلوسة لكن المخلويضة والمهلوسة بحال دابا الأرطان واحد النوع ديال القرقوبي أرطان ماشي مهلوس لوكوشمار مكيه لو سكش باش دير المونشيف هاكي كوشمارك كيخليك تاهو ميستارة تاهو لا دروغ كلشي كيبقى سميتو الروش هادشي هذا كيبقى مخدرات تاهو كيما كيديرين هادوك الناس ولا واقع دخلت هادشي عندنا للمغرب تحط على هذيك اللعيبه اللي كيديروا همايا غيعطيك بلا راه مخدرات يولي لك تاهو خضر يولي لك تاهو كذا راه الحمد لله المغرب تقدم الحمد لله راه الامر راه متطور لما البوفا غتغلب على المغاربه ولا الامن المغربي على سيدنا وكاين الماحية وكاين السيليسيون وكاين الشفاره وكاين التيسي وكاين النوار وكاين عالم العالم كاين القرقوبي كاين الحشيش كاين ما كانوا 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 ولا جي شي على المخدرات لا حسب المخدرات اخبارك واحد النوع ديال المخدرات ولاو كيخرج كيتقداو قرعه بحال هذه كما كتشوفها عاد كنهضر لك ومد البوفا وهادشي هذا ما نعمرش به راسي راه رجع لك الموضوع ديال البوفا هاد كيشريو واحد النوع ديال الريحه بحال هادي كنريحو كنقول لك انتريحو شي شويه كنديروا لهاديك الريحه طين طين بش 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 بش. خمسه الشمات انت كتجبد لك ريحه ممتازه زويونه دوزا لا دروغ وقال استاذي ما عمرك عرفتيها كاينه لا دروغ دوزا كاع قلت الدوزا مع ما سوقوش وخصها الدوزا انت ما ديما تجيب ولكن هاد البوفه هادي كيديروها اي مساكن المكملين راه ما كيديروهاش الدراري المهورين راه كيديروها اي ولاد الشعب اللي بغاو يتبلدوا بغاو يديروا فيها كيشموا الهيروين الله يرحم الوالدين الشباب المغربي الى ما بعدوا منها راه يوسخ راه الميكروب راه كاين اللي فيهم بعد الساعات حشاك اخويا كيولي يحس براسو ماشي راجل بشي كميه راه كاين اللي فيهم بعد الساعات كيرهن بنتو بشي كميه راه كاين اللي فيهم بعد الساعات كيدي صاحبتو يعطيها ليه بشي كميه راه كاين اللي كيسرق لمو اخر ما يكون باش يديها وي كميه وشنا هي ماشي تا الهيروين ماشي تا الكوكايين ماشي تا الهيروين اي واحد النوع ديال الزبل ديال الزبل ديال الهيروين كيشدوه كيجروه بحال بغينا نقولوا له حنا داك خرداله دابا الحشيش كنقولوا له خرداله حشيش شحال تشوكا كيديروا عليه واحد البرودوي كتولي زويونه حتى هي كتطلق كتكيف بنادم كذا ولكن هاد معيش بالو اش كيقولوا ليها هذا طيحت بواحد المجتمع اللي خايب
اللي ولينا كنشوفوا شي بعد شي حاجه اللي هي تاثير اللي هي الناس كتعاود باش بنادم كيرهن بنتو حنا بلاد مسلمين باش يكمي وهادشي كامل من جاي هادشي داروه منامين 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 المغاربه وخا عيقوا تعياو كيخدموا ما كيخليهم يديروا ما كيديروش هادشي منامين منامين سير عندهم اي منامي كيبيع اي لعبه في الشوارع في الرباط سير عنده فهمتيها وعشاك شامل الكينه ديال الفياغرا كاينه عنده منامي كاينه في عقلك ولا ما كايناش سير عند منامي يقول له بغيت كينه فياداج بدل الفلوس يبيعها لك هادشي مدخلينه منامين حيت منامين شادين واحد السلم ديال كوت ديفوار نيجيريا وكذا مع شويه وما بالعرب وكذا وهادي وهادشي دخلوه اغلبيه منامين كيبيعوا الكميه الكبيره كتشبع على داك الامبراطور اللي كيدير فيها امبراطور في المغرب هنايا كتشبع له وداك الامبراطور كيعطينا هذا 50 غرام 40 غرام 100 غرام كذا 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 وكيولوا بزنازه بزاف ولكن كما قال واحد الاخ تحيه ليه مراد المنبر الا ما كانش العطار والفارماسيان سميتها هي راه ما غنكميوش البوفه حيت الكربون باش كطيب كاين عند العطار والفارماسيان كيتباع الا حبس العطار والفارماسيان والله لك ما شي واحد يفتخها بجوان ولا يسرطها هذه واحد النقطه وتحيه ليك وشكرا ليك ومرحبا اخويا